أهلا بكم إلى ساعتنا الإخبارية المفصلة التي نفتح فيها معكم وكالمعتاد مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية، وهذه هي العناوين. نائب وزير الدفاع السعودي يشيد بتشكيل الحكومة اليمنية ويؤكد تجاوز اتفاق الرياض لكل العقبات. الصحة العالمية تبحث مع بريطانيا سلالة كورونا الجديدة، وحملة التلقيح السعودية تتواصل. فايز السراج يشكل جهازا أمنيا تابعا له ومستقلا عن وزارة الداخلية بقيادة متهم بالتطرف. سجينة تركية يتعرضن لانتهاكات صادمة في السجون، والمعارضة تطالب السلطات بالاعتذار. البداية بالملف اليمني وتطبيق اتفاق الرياض. أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التزام المملكة بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وتحقيق تطلعات شعبه، وشدد في سلسلة تغريدات عبر تويتر أن تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي تم باستجابة فاعلة من الرئيس اليمني والحكومة والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في مدينتي عدن وأبين. وأكد الأمير خالد بن سلمان على دعم الرياض لجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق توجيهات الملك سلمان وولي العهد، وأشار أن الالتزام بخطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية هي السبيل لحل الخلافات بين الأطراف وتحقيق السلام والاستقرار، كما أكد على أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود المملكة والإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها. كما قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية عادل الجوبير إن تشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقا لاتفاق الرياض يعتبر خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة. وأشار الجوبير عبر تغريدة له في تويتر إلى أن تشكيل حكومة جديدة في اليمن يسهم في إنهاء الأزمة وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني. بدوره أشاد الاتحاد الأوروبي بإعلان الحكومة اليمنية الجديدة باعتبارها خطوة إيجابية نحو حل سياسي شامل، وأشار الاتحاد إلى وجود مهام صعبة ستحتاج إلى اتخاذ قرارات قوية ومهمة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، كما شجع الاتحاد الأطراف اليمنية على ضمان الإنجاز السريع والكامل لبنود الاتفاق، مؤكدا الالتزام بسيادة اليمن واستقلاله وبمواصلة دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للصراع. ولمتابعة هذا الملف اليمني ينضم إلينا من القاهرة الدكتور فارس البيل، المحلل السياسي اليمني. أهلا بك دكتور. بالتأكيد هناك نوع من التفاؤل بهذا الإطار السياسي وأيضا بتطبيق الجانب العسكري الخاص بانسحاب القوات المتحاربة، ولكن هناك بعض المخاوف تتعلق بالخطوات التالية. كيف يمكن أن يكون المشهد خلال الأيام المقبلة؟ صباح الخير. أتصور أن ما وصلنا إليه هو خطوة مهمة للغاية ومتقدمة في جهود المملكة العربية السعودية، جهود مضنية الحقيقة على مدى أكثر من عام، حتى توصلت الأطراف إلى هذه القناعة، إلى قناعة أنه لا يستطيع أي طرف الوصول إلى غاياته منفردا. لا الحكومة كانت قادرة على الاستمرار في ظل هذه الأوضاع، ولا المجلس الانتقالي كان قادرا على الوصول إلى ما يصبو إليه. والمرحلة كانت تقتضي استعادة الدولة بشكل أساسي وحضور المؤسسات والشراكة، وهذا ما هدف إليه اتفاق الرياض، وتوصلت الأطراف إلى هذه القناعة وإلى هذه الخطوة بجهود الدبلوماسية السعودية. ما القادم؟ أتوقع أن وصولنا إلى هذه الخطوة يعد إنجازا مهما للغاية، خصوصا وأن تشكيل الحكومة جاء بعد أن تمت عملية على الأقل التسوية العسكرية على الأرض، إزالة المخاوف التي كان يمكن أن تشكل عثرات أو يمكن أن تشكل بؤر لعودة الصراع من جديد. أعتقد أن من المهم للغاية أن نترقب المراحل القادمة، وهي عودة الحكومة خلال أسبوع إلى 10 أيام إلى عدن، وأداء اليمين الدستوري أمام الرئيس، بمعنى أن الرئيس والحكومة ستعود والبرلمان أيضا يفترض أن يعود إلى عدن،
ليتلقى البرلمان بعد ذلك برنامج الحكومة لمنحه الثقة. كل هذه الخطوات تتطلب إجراءات أمنية وأجواء أمنية ملائمة، وأعتقد أن جهود لجنة التحالف العسكرية الموجودة في عدن قد سهلت ويسرت هذه الأمور. دكتور، الحكومة اليمنية الحكومة اليمنية بهذا التشكيل بصراحة شديدة، هل ألغت فكرة التنازع على الصلاحيات؟ تعلم أن مسألة السلطة دائما ما تشهد هذه الصراعات بشكل كبير، مناطق النفوذ، الصلاحيات، السلطات. تشكيل الحكومة بهذه التشكيلة هل يضمن نوع من إرضاء كافة الأطراف لتوفير إطار للتعاون؟ سؤال مهم. التصور هي في إطار المحاصصة. صحيح أن عملية الشراكة الموجودة الآن في الحكومة وإدخال جميع الأطراف إلى الحكومة هو العلاج المؤقت لهذه الحالة من التنازع، لكن في تصوري كان يمكن أن تنقذ اليمن حكومة كفاءات بالقدر الكامل بالقدر المهني أكثر من مجرد المحاصصة، لأن تجاربنا في اليمن مع حكومات المحاصصة كثيرة، وكثيرا ما كانت المحاصصات هذه تؤدي إلى خلافات ونزاعات ولوبيات حتى داخل الحكومة. لكن أنا أتصور أن المرحلة تقتضي هذا الآن، واتفاق الرياض تنبه إلى هذه الخطوة أنه ينبغي أن يشترك الجميع، لأننا في مرحلة حرب وفي صحيح. مرحلة أشبه بالطارئة، وبالتالي كانت تتطلب أن يحضر الجميع ويتحمل الجميع المسؤولية حتى لا يبقى أحد خارج الحكومة ويتقاعس عن أداء الدور. ليست المسألة الآن مسألة الوصول إلى الحكومة وفقط، إنما المسألة كما أعلن رئيس الوزراء مسألة أو برنامج الحكومة الفعلي هو استعادة الدولة وهزيمة ميليشيا الحكومة. هناك أمر يتعلق بالشق الآخر في الملف اليمني وهو الحوثي والأجندة الإيرانية في التعامل مع هذا الملف. كيف يمكن أن نربط هذه الخطوات الجديدة بما هو متوقع من سلوك إيراني حوثي في هذه المرحلة؟ في الحقيقة دعينا نقول أن حالة الخلاف والتشظي التي شابت الأطراف المنخرطة في إطار الشرعية المناوئة لميليشيا الحوثي والمشروع الإيراني طوال العامين الماضيين منحت الحوثي مساحة أكبر، ومنحت المشروع الإيراني قدرة على التنفس والمناورة أكثر في اليمن وفي المنطقة أيضا. وبالتالي الآن عودة هذه الأطراف جميعا إلى حالة من التوحد والاصطفاف تحت عنوان مواجهة هذا المشروع الإيراني، مواجهة هذا المد الإيراني، أعتقد أنه مهم للغاية، وبالتالي سيقلص من فرص نجاح المشروع الإيراني. إذا ما توحدت جميع الأطراف، نعني بالحكومة، توحد القرار الأمني والعسكري تبعا لهذه الحالة من الاصطفاف، بالتأكيد سيكون هناك ضغط. سأستخدم التعبير الذي ذكرته منذ قليل دكتور في التحليل، وهو فكرة عودة الدولة بمؤسستها. هذا تعبير في غاية الأهمية. الدكتور فارس البيل المحلل السياسي اليمني، تحياتي دكتور. قالت منظمة الصحة العالمية إنها على اتصال وثيق بالسلطات البريطانية بعد أن أعلنت لندن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا. وذكرت المنظمة أن السلطات البريطانية تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها حول النوع الجديد من كوفيد-19 بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر. وأضافت المنظمة في تغريدة على تويتر أنها ستواصل إطلاع وإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة عند حصولها على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره.
إلى ذلك حظرت السلطات الهولندية كافة الرحلات الجوية من بريطانيا حتى الأول من يناير، وذلك على خلفية رصد حالة في هولندا لسلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة في بريطانيا. وقالت وزارة الصحة الهولندية في بيان إن طفرة معدية لفيروس كورونا تنتشر في بريطانيا تتفشى بسهولة وبشكل أسرع يصعب اكتشافها، وحثت مواطنيها على عدم السفر إلا للضرورة القصوى. وتخضع هولندا للإغلاق لمدة 5 أسابيع حتى منتصف يناير. سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تتفشى في مدن بريطانيا وتكون أسرع انتشاراً. هذا ما أعلنه كبير مستشاري بريطانيا العلميين باتريك فالانس. التحذيرات من وجود سلالة جديدة لكورونا أكدها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، معلناً منع تجمعات أعياد الميلاد التي يترقبها الملايين. يبدو أن الانتشار ارتفع هذا الأسبوع بحكم وجود سلالة جديدة. المجموعة الاستشارية التي تعمل لمواجهة هذا الفيروس قضت الأيام الماضية في تحليل هذه السلالة الجديدة. لا يوجد دليل بأنها ستسبب المزيد من الإصابات أو الوفيات، لكن يبدو أنها تسبب نقل العدوى بطريقة أسرع. جونسون لم يتوقف عند هذا الإجراء، بل أعلن وضع لندن ومناطق جنوب البلاد ضمن المستوى الرابع من الإغلاق، الذي يتضمن إغلاق المتاجر غير الأساسية وأماكن الترفيه الداخلية، منع اختلاط الأسر إلا في ظل ظروف محدودة للغاية في الخارج، السماح بلقاءات أعياد الميلاد ليوم واحد. جونسون طالب البريطانيين بالتضحية باحتفالات عيد الميلاد مقابل الحصول على فرصة أفضل لحماية أرواحهم وأحبائهم. أعلم مدى أهمية أن يرى الأجداد أحفادهم، ولكن عندما يغير الفيروس أسلوب هجومه يجب علينا تغيير أسلوبنا في الدفاع عن أنفسنا. وأمام تحديات إغلاق هو الأكثر صرامة، تكثف المجموعة الاستشارية الحكومية للفيروسات من دراساتها وتحليلاتها لبيانات النماذج الأولية بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي وصفت بالفتاكة وسريعة الانتشار، على أمل تحديد العقاقير اللازمة لوقفها. وينضم إلينا من جدة دكتور أشرف الدادة، رئيس قسم المناعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي. أهلا بك دكتور. يعني ما كاد العالم أن يفرح دكتور بفكرة ظهور لقاح لهذا الفيروس حتى وبدأت المخاوف تظهر من جديد. السؤال دكتور، الاعتقاد لدينا أن ظهور سلالة جديدة يعني أن اللقاح لن يعمل على قتل الفيروس باعتبار أنه قد تحور، هل هذه الفكرة من الناحية المعرفية صحيحة؟ نعم، تحياتي لك أستاذ رشا وللسادة المشاهدين. هو حقيقة هذا التحور الجيني أو الطفرة الجينية، طفرات حقيقة العديدة الجينية التي حصلت لفيروس الكورونا وأثبتها العلماء البريطانيون وتحديدا معهد التحالف الجينات البريطاني الذي يفحص سلالات الفيروس بطريقة يومية ويعلنها بطريقة أسبوعيا على الهوم بيج والصفحات. وفاجأت الجميع حيث أنه حصلت 7 تغييرات لأحماض أمينية مرة واحدة، وهذه أول مرة منذ بداية الجائحة تحصل هذه الطفرات الكثيرة يعني مرة واحدة وفي زمن واحد. ويوجد طبعا مخاوف أن هذه الطفرة ربما تزيد من حدة المرض أو تؤدي إلى زيادة الوفيات أو حتى إلى التأثير على اللقاح، ولكن ما يعني الآن أثبته العلماء أنها زادت من حدة انتشار الفيروس، ولكن لا يوجد أي إثباتات علمية حاليا على الأقل في هذه الفترة أنها زادت من حدة المرض أو من عدد الوفيات أو أثرت أو تؤثر على اللقاح في الوقت الحالي. ولكن ماذا يحدث في المستقبل يجب أن ننتظر، وخصوصا الذين يأخذون اللقاح إذا على سبيل المثال أصيب أحدهم بالعدوى يجب فحص هذا الفيروس الذي أصابه، ربما تكون هذه الطفرة الجديدة، فيجب أن نأخذ الحذر. وهذا ما وصلت به الآن الهيئة الفحص الجينات البريطانية، قالت أنه يجب الآن تتبع هذه الطفرة وفحصها، ولهذا سميت ب VUA variant under investigation، أي أنها طفرة تحت الفحص يجب أن ننظر إليها. دكتور
تابعنا بالأمس وسائل الإعلام البريطانية، كان التركيز بشكل كبير على فكرة أن هذا أو هذه السلالة الجديدة هي أكثر انتشارا، ولكنها ليست هناك دلائل على أنها أكثر فتكا. لا نريد أن نتشائم ولا نريد أن نتفائل، ولكن في النهاية قد يصاب البعض بحالة من الذعر الشديد من فكرة التحور أو ظهور سلالات جديدة. كيف تعاقب على هذا الأمر؟ هو تحور الفيروسات شيء طبيعي وليس بجديد، وخصوصا فيروسات الـ RNA منفردة التسلسل الجيني مثل فيروس الكورونا الحالي. هذا الفيروس عندما يتكاثر تحصل طفرات، تقريبا كل أسبوعين تحصل طفرة، يعني حتى الآن حوالي 4000 طفرة جينية حصلت لهذا الفيروس منذ بداية الجائحة. ربما كان 3 لها معنى إكلينيكي وانتشرت بطريقة أكثر، وهذه الطفرة الجديدة هي ربما تكون حتى الآن الأخطر، أو نكاد أن نجزم أنها الأخطر من ناحية انتشار الفيروس، ولكنها حسب الآن المعطيات والتحاليل أنها لا تؤدي إلى خطورة أو زيادة عدد الوفيات بطريقة مباشرة، ولكن بطريقة غير مباشرة طبعا تؤدي إلى الوفيات، لأن إذا زاد عدد الإصابات يزيد عدد الوفيات. نعم دكتور، أرجو أن تبقى معي لنتابع مع حضرتك أيضا ما يحدث في السعودية، حيث تستكمل السعودية حملة التطعيم الشاملة بلقاح فايزر لليوم الرابع على التوالي. وكانت وزارة الصحة قد بدأت التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق صحتي، وأفادت أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق السعودية سيبدأ أول يناير المقبل. وكيل وزارة الصحة السعودية كان صرح أن المملكة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها. أعود إليك دكتور وإلى حملة التطعيم التي بدأت في السعودية، كيف تبدو ردود الفعل على المواطنين الذين تلقوا هذه الجرعة حتى اللحظة؟ هذه الملاحظات الأولية في هذه المرحلة الأولى هي مهمة لنشر نوع من الطمأنة لدى الجمهور العام. نعم، هذه خطوة مباركة وصراحة أسعدت الجميع، وخصوصا أننا نعتقد أن بداية حملة التطعيم في المملكة العربية السعودية سوف تكون بداية نهاية جائحة الكورونا. والمملكة العربية السعودية من الدول الأولى التي شرعت عالميا التي شرعت بالتلقيح، واستقبل يعني ترحيب من الجميع، حيث وصل عدد الذين سجلوا عبر تطبيق صحتي في أول يومين إلى حوالي 200 ألف شخص، وهذا رقم كبير وفي تزايد، ويبشر بأن الجمهور واعي ومستعد لمكافحة هذه الجائحة ويرحب بالتطعيم. نعم، الدكتور أشرف الدادة رئيس قسم المناعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، شكرا لك دكتور، تحياتي. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. عبير موسي تتهم تنظيم الإخوان بالسعي لإشعال حرب أهلية في تونس. وتميز العنف لمارس العنف هذوك فئة مع بعض. إلى الملف الليبي، شكل رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس فايز السراج جهازا أمنيا موازيا لوزارة الداخلية بقيادة متهم بالتطرف وفقا لوسائل إعلام ليبيا، حيث أصدر السراج قرارا بإعادة تنظيم جهاز قوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارا ليصبح تابعا له بشكل مباشر، وتخصص له ميزانية مستقلة بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي بشاغة. وذكرت التقارير أن السراج فصل ميليشيا الردع عن وزارة الداخلية لتصبح جهازا تابعا له، ويتكون المقر الرئيسي للجهاز بالعاصمة طرابلس، وحددت 10 اختصاصات له وفقا لقرار السراج، ويجوز إنشاء فروع للجهاز بقرار من السراج.
ليبيا أيضا قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق أعلنت عن استغرابها من التأخير المتعمد لتطبيق مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي أعلن عنها في الجولة السادسة التي عقدت بمدينة سرت. وقالت في بيان إنها تدعم وبقوة إعلان وقف إطلاق النار واجتماع اللجنة وخروجها بعشر نقاط مفصلية، لافتة إلى أنه لم يطبق منها بند واحد حتى الآن، وأكدت أن هناك أياد خفية وراء هذا التأخير المتعمد. على الجانب الآخر، التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في مدينة بنغازي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث تم بحث جهود القاهرة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة والأمن القومي المشترك للبلدين، إضافة لجهود التسوية في ليبيا عبر المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. كما بحث قائد الجيش الليبي خليفة حفتر خلال استقباله رئيس المخابرات المصرية جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محليا ودوليا، وأكد الجانبان على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5. وينضم إلينا من القاهرة الأستاذ عبد الستار حتيتة، الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. تحياتي أستاذ عبد الستار. اللافت للنظر في تعيين قائد جديد أو جهاز جديد لقوة الردع الخاصة عبد الرؤوف كارا أن هذا القرار وفقا للتوقيع في الورقة الذي اطلعت عليه اتخذ منذ شهر سبتمبر الماضي، لماذا الإعلان عنه الآن؟ بسبب ما كان متوقعا من جانب رئيس المجلس الرئاسي ومن جانب بعض حلفائه، يعني كانوا يستعدون لمتغيرات وكانوا يتحسبون لحدوث هذه المتغيرات، ويبدو أنها حدثت بالفعل على أرض الواقع. لهذا بدأ تفعيل أو إبراز هذا القرار والتعميم والعمل به. هناك نوع من الاختلال في العلاقة التركية مع كثير من الميليشيات في شمال غرب ليبيا، وهناك كثير من المعادلات التي تغيرت. لهذا أعتقد أن الاصطفافات بدأت وستستمر لفترة، وهي ليست في صالح التواجد التركي في شمال غرب ليبيا. يعني عبد الرؤوف كارا على سبيل المثال كان من ضمن النواة الصلبة لميليشيات طرابلس، ما يعرف بميليشيات طرابلس، الميليشيات التي تنتمي إلى العاصمة في بداية 2000. ويقال أنه كان يسيطر على قاعدة معتيجا العسكرية وهي قوة كبرى في العاصمة طرابلس. نعم، حتى الآن يعني هو عبد الرؤوف كارا وقواته ينتمون إلى منطقة سوق الجمعة القريبة من معيتيجا، في قاعدة معيتيجا، ويسيطرون عليها، وهو من أكثر القيادات والقوات التي تتبعه ممن استقبلوا رئيس المجلس الرئاسي حين وصل إلى طرابلس في بداية عام 2016. على كل حال، كارا كان ينتمي بقواته إلى النواة الصلبة لميليشيات طرابلس، لكنه منذ بداية عام 2020 فجأة غير ولاءاته وارتمى في أحضان الأتراك والسراج واللوبي الذي كان يحركه يتم تحريكه من أنقرة، وهذا كان طبعا مثيرا للاستغراب، وسلم قاعدة معتيقة للضباط الأتراك وبدأ يستعين بالمرتزقة السوريين في سيارات قوة الردع التي تقوم بعمليات أمنية في طرابلس، وأيضا تطعيم كثير من البوابات الأمنية التي تسيطر عليها قواته بمرتزقة سوريين، وأصبح يعني موجود في حضن الأتراك. هذا طبعا يختلف عن توجهات باقي الميليشيات الطرابلسية. هذه الميليشيات الطرابلسية ما زال لديها شكوك حول الوجود التركي، ما زال كثير من قياداتها يصف الأتراك بأنهم غزاة ينبغي طردهم وهكذا. ولكن على الجانب الآخر، البعض قد يقول أن
تعلم أستاذ عبد الثطار أن هذا الملف يحمل على يعني وكأننا في شبكة عنكبوتية. دعني أسألك، السراج الآن بهذه الفصائل والميليشيا التي تنتمي إليه، وبشاغة بهذه الميليشيا التي تنتمي إليه، من فيهم يحظى بدعم تركيا الآن؟ تركيا تلعب على الجميع، تركيا تفتح خطوط الود والوصال مع الجميع بشكل مباشر من جانب قيادات عسكرية ودبلوماسية تركية. يعني تركيا تتواصل مع قيادات من مصراتة ومع قيادات من طرابلس، قيادات ميليشيوية يعني، وهذه الميليشيات تتنافس فيما بينها وتتنافس مع بعضها بعضا. أيضا هناك قنوات اتصال ما بين الأتراك ومجموعة عبد الرؤوف كارا والأتراك ومجموعة ما يمكن أن نسميه الهيئة البرقاوية. طبعا مجموعة عبد الرؤوف كارا تحتجز كثير جدا من المقاتلين الفارين من الشرق الليبي والذين ينتمون إلى ما يعرف بالهيئة البرقاوية، طبعا المقصود بهم جماعة أنصار الشريعة، مجلس شورى ثوار بنغازي، مجلس شورى ثوار درنا وغيرها من المسميات من الشرق الليبي. هؤلاء كثير من قادتهم وجنودهم ومقاتليهم في السجون التابعة لعبد الرؤوف كارا، لكن تركيا تتواصل مع عبد الرؤوف كارا وتعتمد عليه، وتتواصل أيضا مع خصومه في الكتلة البرقوية وتتعامل معهم وتعتمد عليهم. يعني تركيا تتعامل مع كل الأطراف، تتعامل مع فتحي وشاغة، مع فايز السراج، مع قيادات أخرى من الشرق ومن الغرب، كلها التعامل شيء والحليف شيء آخر. هناك طرف بالميليشيا التابعة له هو حليفها، من هو هذا الطرف؟ نعم، السؤال مرة أخرى من فضلك. أقول إجابة سريعة إذا سمحت أستاذ عبد الستار، هي تتعامل مع الجميع وفقا للحسابات العامة، ولكن هناك طرف من المفترض أنه حليف لها هو الأداء التي تنفذ ما تريد، من هو هذا الطرف؟ للأسف يعني يمكنني أن أقول أن هناك متغيرات حدثت. تركيا كان يمكن أن تقبض وتضع يدها على كل هذه الميليشيات من مصراتة إلى الزاوية والزنتان وطرابلس أثناء تقدم الجيش الوطني الليبي من العاصمة، لكن بتراجع الجيش الوطني الليبي وترك هذه الميليشيات لشأنها أصبحت هذه الميليشيات تتنافس على النفوذ وعلى الأموال وعلى الولاءات. نعم. ولهذا الأتراك في موقف عصيب في علاقتهم بمثل هذه الميليشيات في شمال غرب. أشكرك على كل هذه المعلومات الأستاذ عبد الستار حديقة، صحفي المتخصص في الشأن الليبي، تحياتي. في تونس أطلق الحزب الدستوري الحر ما وصفه بثورة التنوير لمواجهة موجة التطرف والجماعات الإرهابية من ولاية المنستير مسقط رأس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وشددت رئيسة الحزب عبير موسي على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب، متهمة الائتلاف الحكومي بأنه لا يريد التنديد بالإرهاب ولا تفكيك منظومته وتمويله. واتهمت موسي تنظيم الإخوان بالسعي لإشعال حرب أهلية في تونس، مضيفة أن التونسيين فقدوا الثقة في الإخوان وأدركوا حقيقتهم. فيه تنظيم الإخوان والذراع نتاعه التكفيري الإرهابي المبيض للإرهاب والمبيض للعنف واللي يمارس العنف، هذوكم فئة مع بعضهم. نلقاو أكل هزيب المدني اللي قالكم والله والله ما نحطش يديا، هذيك لاصق فيهم، علاش لاصق فيهم؟ قالك يا خويا سيدهم الشيخ ينجم يغطيهم، كان يقعدوا بلاش الغطاء والمظلة انت سيدهم الشيخ تو يستفرد بيهم قيس سعيد وترسيلهم، لا منا لا من هذيك لابس في جلبان سيدو الشيخ. نمشي للقوى الاخرى، الكتلة اللي توا زعما معتصمة واللي عاملين لنا زعما ضد العنف، محكومة بالحقد والضغينة ولا تريد المراجعة ولا تريد الاعتراف بأنها هي جزء من المشكل، وأنه هي كانت متحالفة مع الخوانجية، وأنه هي ساهمت في الجمهورية هذه اللي جناوها على مبدأ الإقصاء.
في مصر أرجأت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية 3 شركات وأملاك 235 اسما من الإخوان المسلمين على قائمتها، حيث قدر حجم هذه الأموال بنحو 5 مليارات جنيه. وكانت العربية نت كشفت أن عملية القبض على محمود عزت القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان في مصر قادت إلى معلومات مهمة وخطيرة عن أنشطة واستثمارات وشركات الإخوان التي كان يشرف على إدارتها. كما كشفت المعلومات تورط مجموعة من رجال الأعمال في توظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها. هذا وقد أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في مصر لجلسة 28 ديسمبر، وذلك بتهمة اقتحام السجون والتخابر مع حماس، حيث قضت المحكمة في وقت سابق بالإعدام شنقا لعزت وخيرة الشاطر القيادي بالجماعة و13 آخرين. ونعود لمتابعة الشأن اليمني، حيث هنأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليمنيين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والتي تأتي تنفيذا لاتفاق الرياض. وزير الخارجية السعودية عبر عن تطلع المملكة لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. سجينات تركيات يتعرضن لانتهاكات صادمة في السجون، والمعارضة تطالب السلطات بالاعتذار. نائب وزير الدفاع السعودي يشيد بتشكيل الحكومة اليمنية ويؤكد تجاوز اتفاق الرياض لكل العقبات. الصحة العالمية تبحث مع بريطانيا سلالة كورونا الجديدة، وحملة التلقيح السعودية تتواصل. فايز السراج يشكل جهازا أمنيا تابعا له ومستقلا عن وزارة الداخلية بقيادة متهم بالتطرف. سجينات تركيات يتعرضن لانتهاكات صادمة في السجون، والمعارضة تطالب السلطات بالاعتذار. أهلا بكم من جديد إلى ملف حقوق الإنسان في تركيا، حيث تسبب نفي قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجود تفتيش عار للنساء في السجون في حالة غضب من الضحايا أنفسهن حتى قررن الخروج عن صمتهن والتحدث عن مأساتهن من خلال فيديوهات قصيرة نشرناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. Yaptırdılar.
وفي تركيا أيضا كشف رئيس وزراء تركيا الأسبق أحمد داوود أوغلو بأن بيرات البريق سهر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أصبح نائبا في البرلمان. وأكد أوغلو أن هذا المنصب ناله بعد استقالته من منصبه كوزير للمالية وإصرار أردوغان عليه، مشيرا إلى أن جميع من في حزب العدالة والتنمية الحاكم يحاولون إقحام أبنائهم وأقاربهم كما حصل مع البريق. وأضاف داوود أوغلو أن أردوغان تغير بشكل سلبي جدا عن السابق، فأصبحت كل القصور الموجودة في تركيا لا تسعه على حد وصف أوغلو. بعد الفاصل الاقتصادي سنعود لمتابعة الملف التركي، ولكن الآن نذهب للزميل ناصر وأخبار الرياضة. إليك ناصر أخبار الرياضة الأسواق، وبعدين نعمل شوية رياضة بالأخير. شكرا رجل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن لنلقي نظرة على مؤشرات الأسواق حاليا. مكاسب في سوق دبي بأكثر من 1.1 النقطة المئوية. السبب الرئيسي ارتفاع على أسهم دمك التي ترتفع بحوالي 12% خلال جلسة هذا اليوم. لاحظوا هو ثاني الأسهم الأكثر نشاطا، عليه تداولات ب 36 مليون درهم، 11% من المكاسب. دمك طبعا كانت قد أعلنت في إفصاح صباح اليوم بأن مجلس الإدارة سيجتمع في 23 من هذا الشهر. أحد البنود المطروحة على طاولة الاجتماع سيكون مناقشة صفقة استحواذ محتملة. لا يوجد أي تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة، ولكن السهم يتفاعل بشكل قوي جدا بأكثر من 11%. السهم أعلى مستوياته منذ أكثر من عام ونصف العام. أيضا بالنسبة للأسهم الأخرى كنا ننظر على أسهم إعمار التي أيضا بدورها تشهد مكاسب بأكثر من 2%، ودي آي سي كذلك عند أعلى مستويات منذ أكثر من عام ونصف العام. دي آي سي دبي للاستثمار وهي أحد السهم الأكثر نشاطا، مكاسب باثنين وثلاثة أرباع النقطة المئوية، درهم 51 فلس. إذن هناك حركة في تداولات اليوم في سوق دبي، وتتركز على سهم دمك وأيضا على دي آي سي. ننتقل إلى سوق أبوظبي. في أبوظبي بعض الارتفاعات هناك نشهدها بربع النقطة المئوية. أبوظبي الأول آي إتش سي الدار العقارية جميعا على ارتفاع، ولكن المكاسب الأقوى لأدنى قفض للتوزيع بمكاسب 3.5 النقطة المئوية في جلسة اليوم. انتقالا إلى السوق الكويتية، مؤشر الكويت الأول منخفض بربع النقطة المئوية. هناك بعض الضغوط على الأسهم المصرفية مثل الوطني، الوطني متراجع بثلاثة أرباع النقطة المئوية. زين الكويت أيضا على تراجع بثمانية أعشار النقطة المئوية. أجلتي مكاسبها بنصف النقطة المئوية مع إعلانها عن توقيع عقد لإدارة وتشغيل مشروع جسور في مصر، وهو أحد المشاريع لإنشاء منظومة متكاملة للشحن البري والتخليص الجمركي في جمهورية مصر العربية. لم تعلن أجلتي عن الأثر المالي لهذا المشروع، ولكن السهم على ارتفاع بنصف النقطة المئوية. البنوك على عكس الوطني معظمها على ارتفاعات، ولكن ارتفاعات طفيفة. إلى السوق السعودية مكاسب بأربعة أعشار النقطة المئوية. السوق عند 8750 نقطة، هي أعلى مستوى للسوق منذ 16 شهرا. لا نزال نتحرك في هذا النطاق، ولكن قرب الحد الأعلى لهذا النطاق خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأعلى منذ 16 شهرا. هذه الأسهم الأكثر تداولا. لاحظوا المصافي خلال الأسبوع الماضي كانت من بين الأسهم الأكثر نشاطا هناك، وهو اسم على غير العادة لا يكون ضمن الأسهم الأكثر نشاطا. الأسهم البنوك الراجحة عليها ارتفاع، لكن لاحظوا الأهلي التجاري منذ الصباح الباكر وتسجل مكاسب تفوق 1%. موبايلي على ارتفاع 2% مع إعلان الشركة عن توزيعات بنصف ريال عن السهم للسنة المالية 2020. سابق على ارتفاع عند 102 ريال و60 هللة.
سافكو على انخفاض، كنا قد سمعنا عن إيقاف سافكو 4 خلال الأسبوع الماضي. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت جولة على أسواق الخليج في هذه اللحظات. الأبرز حقيقة هو الارتفاع في سهم دماك في دبي بأكثر من 10% مع مناقشة مجلس الإدارة هذا الأسبوع لاستحواذ، صفقة استحواذ محتملة من دون أي تفاصيل أخرى. عودة الآن لنواصل النشرة، وإياك رشا بعد أخبار الاقتصاد والرياضة بتيجي بعدين. صحيح ناصر، شكرا لك ناصر. أهلا بك. قرار الإغلاق بسبب تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في عدد من الدول الأوروبية دفع السياح بالسفر إلى جبال مونتانا في جبال الألب السويسرية للقضاء الخاص بالإجازة السنوية والهرب من كورونا وتداعياتها. ليث بزاري زار أحد المنتجعات السويسرية وأعد لنا التقرير التالي. قمم ثلجية وغابات بيضاء متجمدة ومتزلجون متعطشون للتزلج في جبال منطقة كروم مونتانا في جبال الألب السويسرية، لكنهم ليسوا سويسريين فقط بل أوروبيون من بلدان أغلق فيروس كورونا أبواب منتجعاتها وفنادقها ومحطات التزلج فيها كفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا، ما دفع رعاياها إلى القدوم إلى هذا البلد للتزلج. بيير لوي طفل بلجيكي قصد مع عائلته إحدى محطات التزلج الفرنسية، وبسبب الإغلاق العام في فرنسا عدلت العائلة مسارها ليحط بها الرحال في جبال كروم مونتانا السويسرية لقضاء الإجازة الشتوية، وليتمتع هذا الطفل برياضته المفضلة أي التزلج. كنت متجها مع عائلتي إلى محطة التزلج في الشطر الفرنسي من جبال الألب، لكن الإغلاق دفعنا إلى القدوم إلى سويسرا. منذ الثلاثاء الماضي حل الحظر الليلي محل العزل الجماعي في العاصمة باريس وبعض المدن الفرنسية. يبدأ الحظر من 8 مساء إلى 6 صباحا، ما دفع الكثير من الفرنسيين إلى اللجوء صحيا للهرب من كورونا والقيود الصحية في بلادهم إلى جبال كروم مونتانا السويسرية لقضاء إجازاتهم الشتوية. جوليان مدرس تزلج فرنسي يعمل في جبال الألب السويسرية يعتبر نفسه محظوظا لأنه يمارس مهنته في بلد لا يفرض قيودا على الرياضات الشتوية. من الغريب أن يترك الشخص بلده في هذه الأوضاع الصعبة التي نعيش فيها بسبب كورونا. أنا محظوظ حقا بممارسة مهنتي بكل حرية هنا في سويسرا منذ سنين. الإغلاق العام ومنع بعض الأوروبيين من قضاء إجازتهم الشتوية في منتجعات بلادهم أدى إلى تحول هذه المدينة السويسرية الصغيرة والتي تضم أهم منتجعات التزلج في البلاد إلى مكان يستقطب الكثير من المتزلجين الفرنسيين والإيطاليين والألمان، ما يساعد على نهوضها بعض الشيء اقتصاديا بعد الخسائر الفادحة التي سببتها جائحة كورونا. وكما يقال رب ضارة نافعة. من مدينة كونس مونتانا في جبال الألب السويسرية، ليث بزاري، العربية. عشرات من الفنانين والخطاطين المتطوعين بدأوا في تزيين عدد من الجسور في جدة بالخط العربي، يقودهم الفريق التشكيلي المعروف بمجموعة حيث الإنسان أولا، وذلك في إطار إبراز الموهوبين في فن الخط والرسم وتحسين المشهد الحضري للمدينة، وتزامنا مع عام الخط العربي 2020 واليوم العالمي للغة العربية. الخط العربي على جسور جدة مبادرة يشارك فيها عشرات المتطوعين من فنانين وخطاطين لتزيين جسور مدينة جدة بعبارات عربية أصيلة في عام الخط العربي بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية. نفذت أمانة محافظة جدة هذه الفعالية بالتعاون مع فرق تطوعية حيث الإنسان أولا، وهناك موقع آخر أيضا مع عيون جدة. الهدف منها تحسين المشهد البصري وتحويل اللوحات أو أعمدة الجسور إلى لوحات فنية يمكن الاستمتاع بمشاهدتها في المدينة. أهم الجسور تلونت بالخط العربي في عدة مناطق بجدة، حيث من المفترض أن تظل تلك العبارات عالقة على هذه الجسور لأطول وقت ممكن. الجهود جدا كبيرة، كلها شبابية 100%. يوجد 3 فنانين فقط وأكثر من 150 متطوع متطوعة خلال 4 أيام الماضية.
كل الفنانين بيرسموا باللغة العربية والزخارف باللغة العربية أيضا. طبعا هذه العبارة حيث الإنسان أولا، اهتمامنا بالإنسان بشكل عام، وهناك العبارة في الجدار الآخر اللي هي أكبر إلهام للشعب السعودي اللي هي طموحنا عنان السماء، عبارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. طبعا في عدة ألوان، في البويات العادية، في ألوان أكريليك، في البخاخات، يعني في هذا الجدر استخدمنا ما شاء الله كل الألوان. بنحاول نبين الرسمة بأكثر من شكل بكل الأدوات المستخدمة عندنا. مع أن عام الخط العربي شارف على الانتهاء، ورغم الظروف الكثيرة التي أسهمت في تأجيل هذه البادرة، إلا أنه وقبل نهاية العام بأيام ستتلون أهم جسور جدة بالخط العربي وحتى أعوام مديدة. سهى الوعل، العربية، جدة. يعتبر شهري نوفمبر وديسمبر الأهم للمتاجر الأمريكية، فموسم الأعياد هو موسم شراء هدايا الأعياد، وشهد هذا العام تغيرا كبيرا في الطريقة التي يتسوق بها الأمريكيون، لكنهم لم يكفوا عن التسوق نفسهم. قد يكون عدد الرواد في سوق عيد الميلاد السنوي في العاصمة واشنطن أقل من الأعوام الماضية، لكنه فاق التوقعات الحذرة والمتشائمة للمنظمين. نحن السوق الخارجي الوحيد، التسوق في الهواء الطلق أكثر أماناً، لذا نرى إقبالاً من المشترين. يعتبر موسم الأعياد الشتوي الموسم التجاري الأهم في الولايات المتحدة، وجائحة كورونا أثرت بشكل كبير عليه، وخاصة على أصحاب الشركات الصغيرة. المبيعات كانت أفضل في الأعوام الماضية قبل كورونا، فنحن نعاني من قلة المشاة في الشارع، لكنني راض عن مشاركتي في السوق. اشتريت الكثير من الهدايا عبر الإنترنت لأن ذلك آمن، لكنني أقدر مثل هذا السوق الذي تتم تنظيمه بعناية وفي الهواء الطلق. يتوقع أن يصرف الأمريكيون أكثر من 190 مليار دولار على الهدايا التي يشترونها عبر الإنترنت خلال موسم الأعياد هذا، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 35% عن المشتريات عبر الإنترنت في سنوات سابقة. المفارقة هي أن مبلغ المشتريات بشكل عام لم يتأثر كثيراً عن العام الماضي، بل هناك نمو ملحوظ في قطاع البضائع والهدايا الفخمة والمجوهرات. إذا لم يكن الأمريكيون قادرين على الطيران أو السفر في رحلات للشاطئ أو الصرف على وجبات العشاء أو النوادي الليلية، بالتالي لديهم أموال لصرفها على الملابس والمشتريات. بشكل عام هناك 150 مليار دولار تصرف في العادة على الحفلات والمشروبات والسفر أيضا، ولن يتم صرفها، بل أتوقع أن يتم صرف جزء كبير منها على الهدايا بدلا من ذلك. ورغم الارتفاع الكبير في المشتريات عبر الإنترنت، إلا أن الخبراء يقولون إن جائحة كورونا لم تغير من التوجه العام نحو الإنترنت، لكنها أسرعت منه فقط. من الشقاق العربية، واشنطن. وننتقل الآن إلى أحوال الطقس مع زميلة بنان. أهلا بكم مشاهدينا. حالة الطقس الخاصة باليوم الأحد نبدأها من المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا، قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. وإلى العاصمة الرياض يكون الطقس غائم، وتكون درجات الحرارة دون المستويات العشرينية، نسب الرطوبة تقترب من 50%، وتكون حركة الرياح معتدلة يطرأ عليها نشاط في بعض الأحيان. أما في مدينة نيوم يكون الطقس صافي خلال هذا اليوم، ودرجات الحرارة في أوائل العشرينات المئوية يطرأ عليها المزيد من الانخفاض ليلا، ونسب الرطوبة تصل إلى 30%، حركة الرياح تكون خفيفة إلى متوسطة. وفي الدمام الأجواء تكون غائمة جزئيا، درجات الحرارة تكون دون 20 درجة، فيما تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات، حركة الرياح نشطة ونسب الرطوبة ترتفع لتزيد عن 70%. وإلى الإمارات تحديدا دبي، الأجواء غائمة جزئيا، درجات الحرارة في أواسط العشرينات المئوية تنخفض ليلا إلى أوائل هذه المستويات، فيما تكون نسب الرطوبة مرتفعة بحيث تزيد عن 50%، وحركة الرياح نشطة.
وإلى دول الشرق المتوسط من العاصمة بيروت، الأجواء صافية، درجات الحرارة في أوائل المستويات العشرينية، تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات مع نسب رطوبة مرتفعة وبعض الشيء تزيد عن 40%، وحركة الرياح تكون معتدلة قد تنشط أحيانا. وإلى الدول الأوروبية من العاصمة الفرنسية باريس، الأجواء غائمة غالبا اليوم ودرجات الحرارة دون المستويات العشرينية، تنخفض ليلا لتسجل 7 درجات، فيما تكون نسب الرطوبة مرتفعة بحيث تزيد عن 80% مع حركة رياح نشطة. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية أحوال الطقس لليوم، إلى اللقاء. ختاما العناوين: نائب وزير الدفاع السعودي يشيد بتشكيل الحكومة اليمنية ويؤكد تجاوز اتفاق الرياض لكل العقبات. الصحة العالمية تبحث مع بريطانيا سلالة كورونا الجديدة، وحملة التلقيح السعودية تتواصل. فايز السراج يشكل جهازا أمنيا تابعا له ومستقلا عن وزارة الداخلية بقيادة متهم بالتطرف. سجينات تركية يتعرضن لانتهاكات صادمة في السجون، والمعارضة تطالب السلطات بالاعتذار. كل ما لدينا من أنباء حتى اللحظة، ابقوا معنا دائما على الشاشة العربية. السلام عليكم.